وده بص يا حبايبي، ده جت عندي حته لحمه قطعتها كده ايه شاورما. بص عامل ايه كده، دي اللي هنحطها ايه بالفاصوليا. السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه، وحشتوني جدا جدا جدا، واشكركم على كلامكم الجميل اللي بيخليني طايره في السما كده. كده هنعمل ايه اكله اتصاليه. كده حطيت نقطه الزيت، وكده ايه دي حته دهنه كده، نسيحه بقى ايه كده حته ليا على حته الدهنه عشان تدي ايه للاكل طعم. نحط بقى ايه البصل كده، نقول ايه بسم الله الرحمن الرحيم كده. لازم ايه نشغل بقى مخنا ونعمل اكل اقتصادي ويغذي ويدفينا كده، عشان ايه ابتدينا نبقى في الشتاء الجو يبقى ساقع كده. كده بص حته الليا كده هتدي طعم للاكل من اي جزار تجيبوها منه. كده مش هنخليها ايه تغمق، لو اتغمقت بتبقى ايه طعمها مرة كده، بتبقى تصفر كده. نحط عليها الطماطم كده، عملنا عصير الطماطم نحطه بقى. بص حبايبي اللي هي بص عامله ازاي، ما بتسحش قوي إيه يعني، تكتبها في الطبيخ وتديها طعم جميل. ما ايه ازاي بتاعت ايه لمؤاخذة الخروف. نقول ايه بسم الله الرحمن الرحيم كده. والطماطم نحط لها ايه شويه سكر، بسم الله الرحمن الرحيم كده اتسبكت، عشان نحط ايه حبه السكر عشان ما يعملش حموضه. ودي ايه كانت عندي حته لحمه كده قطعتها كده شاورما، نعمل منها ايه الفاصوليا مع حته اللي هي تبقى طبخه 100 100. كده يبقى طبخنا اللحمه مقطعه شاورما جميله مع حته اللي هي تدي طعم طبيخ جميل جدا جدا، ويبقى ايه عملنا طبيخ بلحمه كده حبايبي. بص اللحمه بصوا ما شاء الله عامله ازاي، تاكلوا وتاكلوا حبايبكم. بصوا 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 ما شاء الله اللحمه كده تقطعوها شاورما، تاكلوا وتاكلوا وحبايبكم كمان. بصوا ربنا بيبارك ازاي، يعني بصوا يعتبر ربع لحمه ده مقطع كده شاورما، لسه ايه ما حطيناش الخضار، نسيبها بقى غلوتين كده ونحط الخضار. كده بقى نحط الخضار كده ايه شويه فاصوليا خضراء، نقول ايه بسم الله الرحمن الرحيم كده، اللهم صل على سيدنا محمد، وربنا هيبارك وتبقى اللقمه عسل عسل عسل. كده بعد ما حطينا الفاصوليا نقشر فصين ثوم ونقطعهم ونحطهم على الفاصوليا. وغلوتين ما بحبهاش مهريه، تبقى كده نص سوا واطفى عليها، ونعمل بقى طبق الرز ان شاء الله. كده نعمل الرز كده، حطيت الزيت عشان طبعا الطبيخ دسمه فلازم الرز يبقى خف. كده حطيت شويه زيت وغسلت الرز، نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده ايه هنغطي الرز ونوطي عليه، يبقى بس ايه كده يعني شمعه كده على الرز عشان ايه ما يتحرقش وطعمه يبقى حلو. نوطي عليه ونغطيه وهنغرف ونشوف لكم الفاصوليا والرز ان شاء الله. صحتين وعافيه على الجار. كده الفاصوليا استوت كده، 5 فصوص ثوم وقرن فلفل هيدوها طعم في منتهى الحلاوه، خلوها في ايه في حته ثانيه كده. يلا جربوا الفاصوليا كده وقولوا لي بقى ايه رايكم زي ما انا عاملاها كده. كده غلوه كده ثانيه ونطفى عليها. بصوا جمال، بصوا بصوا شفتوا جميله جميله. بصوا حبايبي شوفوا ما شاء الله، بصوا الفاصوليا عامله ازاي، بصوا وقطع اللحمه كده مستويه جواها، وبصوا عامله ازاي. بصوا الفاصوليا مع الفلفل مع الثوم الاخضر طعم لذاذ لذاذ، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا كده بصوا الجمال، حطوه جنب الرز ايه رايكم. بصوا كده حطوا تاني، بصوا بصوا ما شاء الله ايه رايكم. فاصوليا جميلة جدا جدا، يلا مع الرز كده تمام التمام. وكده ما تخلوهاش ايه مستوية قوي، بصوا ماسكة نفسيها. بصوا جميل ازاي مع الفلفل الشطة تبقى في منتهى الحلاوة. يلا جربوا كده وقولوا لي الفاصوليا بقى، ممكن تعملوها باللحمة المفرومة، قطعة اللحمة عندكم في التلاجة،
يعني ايه بقطعة لحمة، عملنا طبخة وعملنا رز وما شاء الله اللهم بارك. وقولوا لي بقى ايه رأيكم الرز كده، انا عملته بالزيت عشان الفاصوليا دسمة، عشان حاطه لها ليا كده. تمام التمام، جربوا كده وقولوا لي، ولو عجبكم انتوا من غير اي حاجة، عسل عسل عسل. وانا بشكركم جدا جدا جدا، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشوفكم على خير، باي باي.